هل كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم ملتزمون بالسنن الرواتب أم أن الأمر في ساعة؟ ورد أن صحابيا قال للرسول: ماذا فرض علي الله من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق.